يمكن عادات العيد بتختلف من بلد لبلد، بس في كتير أشياء مشتركة بيناتنا، مثل مشوار العيد مع العيلة، الزيارات للأقارب والأصحاب، وأهم شيء الجمعة حول سفرة الأكل. الأطباق بتكون كتير شهية والحلويات ولا أطيب. وأنا اليوم حابة أعرفكن على أطباق من مطبخ بلادنا مع تويست أكيد طبعاً غير شكل. بتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير. العيد هل فرحته لما الشمل في جيده محلى هوا صبحيته. كل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك. قديش حلوة الجمعات بالعيد، الغدوات، العشوات، الصبحية، الترويقة. والجمعات بتكون أحلى بس تكون العيلة مجموعة والأصحاب. وكمان اليوم عندي ضيف مميز رح يزورني بمطبخي، وهو الشيف مارك عابد، اكزيكتيف شيف لزايا نوراي ايلاند. انا والشيف مارك اصدقاء من زمان، بس ولا مره ثقبت انه حضرنا اكل مع بعض. اليوم كتير محمسه لانه الاطباق يلي رح نحضرها من المطبخ اللبناني ومطبخ بلاد الشام، بس فيه تويست كتير حلوه. أتمنى أنه يعجبوكم الأطباق يلي رح نحضرهم. الأطباق يلي رح حضرها مع الشيف اليوم هن حمص مع سيفود، حمص بالقورمة، رح نعمل فتة سيفود كمان مايلي تركيز على الشريمبس، رح نعمل لحمة مشوية مع البطاطا، رح أعمل هبرانية أو منسميها تابلة مع الثوم، رح نعمل سمك كارباتشيو ومسقعة البتنجان اللبنانية يلي هي فيجيتيريان من دون لحمة. رح يكون عنا ديزرت لأنه العيد بلا الحلويات ما بتكتمل، فرح نعمل ديزرت كتير طيبين. رح نعمل رز بحليب ورح نعمل تشيز كيك، والشيف قال لي حابب يعمل شيء مميز بس لحتى يوصل ناطرين الشيف. سو إذا بدكم بلش عرفكم على المقادير يلي رح نستعملها بالحمص. فللحمص بالسي فود أكيد بدنا حمص. هاي ولد، هاي شيف، كيفك؟ كيفك؟ كيف عم انت بخير؟ ثانك يو. اهلا وسهلا. كيفكم؟ كنت عم خبرهم شو بدنا نحضر، سو خبرتهم على المنيو اللي مجهزينه، وعم نحكي عن الحمص. عنا اليوم اثنين حمص، تو تايب اوف حمص. سو الحمص بالقورمة اذا انا بعملها اكيد، وعندنا الحمص بالسي فود. مع سي فود، مع سي فود حتحضرها اذا بتعرفهم دغري على الانجريدينت. اول شيء الحمص السيفود اللي حنعمله شيء عن جد مميز، لانه انا سافرت كثير بالعالم وجتني الفكره وقت كنت باليابان بطوكيو. سو باليابان اول شيء عندهم شغله كثير معروفه، نحن ببلادنا بنستعمل بابريكا الحار. صح. باليابان بيستعملوا شيء اسمه تشيلي بس بينشفوه للحار. بيشبه الزعفران. برافو عليك، مثل الزعفران. صح. بعدين رح نعمل انا دبس الحار اللي كثير معروف عنا بلبنان ببلادنا اجمالا، بالثوم، الكزبره والحامض. والحامض وكمان خلينا نحمل نار مشان نبلش بسرعه. اكزاكتلي. سو وانا كمان السي فود وداد، انا بلش بالسي فود حمص وبتعملي؟ يلا انا بعمل حمص بقورمة. رح دغري هيك نخبرهم عن القورمة. نحط لك فوق اول شيء. للي ما بيعرفوا شو القورمة، القورمة هي اللحمة، عادة تكون لحمة غنم او بقر، فينا نستعمل اثنين، بنشتغلها بلية او الدهن تبع الخروف. كثير معروفة، يعني معروفة كثير، مشهورة كثير، وبتنعمل كمان مع البيض، فأوقات تلاقوا بيض بقورمة، أوقات تلاقوا مناقيش بقورمة، فكرمال هيك حبيت إنه نعمل هيدا الدش. وبما إنه نحن على الأيلاند أكيد حد البحر، مأكولات البحرية جزيرة ما في مجال. سو عم تستعمل اليوم شريمبس وسكالوب وكمان يعني روبيان وبيبي سكويدز يلي هو الحبار بعتقد. مزبوط، الحبار. حبار. مزبوط. Alright, so I'm putting scallops. شو سكالوبس بالعربي داخلك؟ سكالوبس ما بعرف. السكالوب هي صفدة بتجي هيك وبيجي بقلبها هيدي سبيرل. شو بيرل بالعربي داخلك؟ اللولو. اللولو كثير 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 طيبة صراحة، وما بعرف ما في حدا ما بعرفه وين ما سافرت ما بيحبها. سو يعني حتى كمان اليوم مع السي فود حمص. صح. سو عم تقطعهم؟ اكزاكتلي. سو أول شيء عم قطعهم بطريقة مربعة بطريقة صغيرة تستوي دغري معنا على النار. مزبوط؟ مزبوط. بيرفكت. أنا رح أحط القورمة يلي عادة بتكون مسقعة من البراد، نحتفظ فيها بالبراد. هيدا الغاز عم بيعيط لنا لأنه شكله حمي. ف
فمنحطها منشيلها من البراد ومنحطها على النار لحتى تدوب، بعدين بحطها على الحمص الجاهز. شيف على طول في سؤالات انه الحمص كيف هيك بيطلع سموث كريمي وكمان بنفس الوقت لونه فاتح، فيا ريت بنعطيهم هالتب هيك عاديه. اول شيء الحمص بده وقت، وواحد بده يكون عن جد بله طويل، لانه لازم دائما الحمص اول شيء يتحضر قبل النهار، ما في دائما ينعمل بزيت النهار. صح. سو بيسكلي شو بنعمل؟ بنجيب الحمص بننقعه بمي مع بيكربونات، بنتركه 12 ساعة. هيدي خطوة كثير مهمة. لانه هيدا بيخلي الحمص يصير طري. بعدين بنشيله بنحطه مع المي والبيكربونات، بنحطه بقلب الطنجرة وبنتركه تقريبا شي ساعتين ثلاثة ومسكر على الوجه من فوق. هيك اذا عندكم بريستو اكيد بطريقة بيصير اسرع، مضبوط؟ ايه في طنجرة الضغط بيكون كثير اسرع. اكزاكتلي. ويوليفت وبتتركوها وقت وقت يعني شي ثلاث ساعات تقريبا تتستوي. مزبوط مزبوط مزبوط. This is it basically. وتاني السؤال اكتريت عنا بيسألوني كيف بيعملوا ابيض؟ ابيض ليه حصل اللون الابيض؟ basically الحامض بيخلي يصير لونه ابيض. صح. اللي بيعمل كيميكال رياكشن شغله كثير طبيعيه، وكمان بتحط معه كمان ثلج بيخلي يصير بزاد بذاك الوقت، بيعطيه هيدي السموذنس الكريمي. او اذا ما حطينا ثلج، اذا كان الحمص كثير كثير مسقع، يعني في ناس بيتلجوا الحمص وبعدين بينزلوه كمان. طيب بدنا نقلي السي فود على النار، فبدنا زيت زيتون. اول شيء حط زيت زيتون، رح تساعديني شوي كمان. فيكي تساعديني شوي؟ يلا. هيدا شوية زيت زيتون حطيت هون، شوية ثوم وشوية دبس الحبة. سو ما في عن جد، انا كل ما بعمل صحن ما بعرف ليه عندي دايما بدي اعمل شيء جديد، دايما بدي اخترع شيء جديد، دايما عندي دايما الشيف بحب يكون ما بحب اعمل شيء زي شيء، على طول عنده افكار جديده والناس كمان المتابعين على طول بيسالوا على افكار جديده، ففينا الحمص على طول نحط اشياء كثيره بيلبق معه، حبينا اليوم هيدي الكومبينيشن. سو انا زيت على النار، بدنا نخليه بس يطلع شوي دخان، دخان مزبوط؟ ايه يعني شوي يحمى مزبوط الزيت على النار. شوي صغيرة، رح نبلش نحط أول شيء، نحط أول شيء الثوم. ريحة الثوم مع الزيت بتجنن، هيدي القلية يلي بنعملها عادة يلي هي زيت وثوم وكزبرة والشيف حب يزيد لها حار. وبعدين حنقلي فوقهم السي فود ونزيد الحامض اكيد لحتى يصير عندنا صوص بروفنسيال. سو بدها شوية وقت، شي بس 2 مينتس للثوم يصير هيك شوي شو بقولوا طري؟ ايه لحتى هيك تدبل الثوم شوي وبنبلش نشتغل فيها. انا بس ناطره القورمه لحتى تدوب لحتى ننزلها على الحمص. ايه اكزاكتلي. سو هلا تقريبا 2 minutes بدنا نحط السي فود. صح. سيادتك نجيب الحامض هون. اورايت. عم تعملي القورمة كمان؟ هيدي ريحة القورمة بلشت تطلع عندي بالمطبخ. سو بدهم شوية تقريبا شيء 5 دقائق. هيدي أكلة سريعة يعني 5 دقائق بتكون جاهزة إذا الحمص عنا جاهز. دايما مثل ما قال شيف جهزوا الحمص قبل بوقت وهيك بيكون طريقة التزيين بتكون أسرع. سو كمان مثل ما لاحظتوا إذا بتطلعوا بالحمص شفتوا شو كريم الحمص؟ كثير. شفتوا شو طالع طري بهذه الطريقة هيك؟ كرمال هيك أنا حبيت أقول لهم كيف حضرنا الحمص. عن جد بتصدقي كمان وين ما واحد بيسافر بالعالم بيسال حدا الحمص بيعرفها مزبوط؟ صح. اتس ان انترناشونال ديش. كنت بتايلاند ببانكوك وكنت واحد عم يسالني انتم لانه معروفين عندكم بالحمص، انا يعني استغربت عرفتي؟ عن جد ما في حدا المنطقه كلها منطقه بلاد الشام هيدا طبق اساسي بالمقبلات. مزبوط. خلي كده اياه بس هون. انا عندي القوارمة هيك بلشت تدوب، تدوب الدهنه يلي بالقوارمة، بس انا بدي اياها تطلع شقره شوي كرمال هيك رح انطر عليها شي دقيقتين فبنرجع لكم بعد شوي. كل عام وانتم بألف خير.
وهيدي القوارمة عندي صارت جاهزة. مش معقولة روايح شو حلوة بتجنن عن جد. مش معقول هيك بدي كتر أنا لأنه عطول في بتعرفي بيتذكرني كتير الصحن صراحة ببي كان دايما بيعمل قوارمة بتذكر بتعرفي لكل الشتوية بحضرون صح لبعدين هي هيدي موني كانت لأنه ما كان في برادات كرمال هيك كانوا يعملوا القوارمة خنزين هيك شوي يا ريت تكون دولة الصحن عن جد كتير طيب عن جد بيوتيفول. هيدا أول دش عندي صار جاهز سو وداد فيني دو؟ لا مش هلا هيدي لجمعة العيد سو هيدا الحمص شيف وين صرنا بيرفكت يلا كمان جاهزين نحن كمان استووا السي فود يحط شوية حامود عندي شوية حامود عنا حامود الحامود. شوية حامود شوبابوب. شوية ملح بليز يلا بيوتيفول رايت ونحط شوية كزبرة كمان آخر شي على الوجه رشة كزبرة على الخفيفة وهيدا الصحن كمان كزبرة بتعطي ريحة كتير طيبة كتير بتلبق هيدي الكومبينيشن توم وكزبرة وحامود عن جد مش معقول كتير واللي بيحب الحار هلا يعني ما بيحب الحار في ما يحط دبس الحار أكيد صح وكمان مع السي فود رايت delicious بتشهي يعني عن جد كمان مثل ما شفتوا هذا صحن الحمص غير عن الصحن اللي بتشوفه كل يوم مزبوط شيء مميز وغير عن العادي وكأكيد كثير هي كثير كثير أداء أخذ وقت كثير سهل خمس دقائق بيجهز عندكم حمص بالمأكولات البحريه ولك واخر شيء اهم شيء دائما وتوحد يكون عم بيعمل حلا اكلي انا برايي يكون حلو على العين بقولوا يكون هيك بيقولوا العين بتاكل قبل التم بريزنتبل يعني حط التشيلي اخر شيء على الوجه مثل ما شايفين هلا منه كثير حار يعني اللي بحب الحار اكيد بحبه بس منه اجمالا كثير حار اخر شيء على الوجه ولا بيوتيفول كثير حلو سو عنجد هاو ذا فيرست تو ابيتايزرز صاروا جاهزين بدنا ننظف شوي لنحضر فتت القريديس وناخد اللحمة على النار لأنه بتاخد شوية وقت منكون حضرنا الدشز يلي بعدهم يلا بنرجع لكم بعد الحمص رح نعمل كمان شغلتين كتير طيبين أنا رح أعمل فتة السكويد والشيف رح يعمل هبرانية بالثوم خلينا نحضرهم دغري بسرعة شيف بس مهضومة فتة بسكويد أول مرة بسمعها فتة بسكويد عن جد ريلي الفكرة كتير حلوة كتير حلوة وعم بستعمل مع الخبز المقلي بس ما عم بستعمل الخبز العادي عم بستعمل خبز الذرة التورتية بيوتيفول هيك تشينج بسيط فبدك نبلش انت تبلش وات از جلوتين فري كمان باي ذا واي الخبز مزبوط شو جلوتين فري جلوتين فري اكزاكتلي فكرة كتير حلوة شيف خلينا نعمل سبق مين بيخلص هيدا الدش قبل ما تعملي هلا علي انا هون عم حط الخبز شوية خبز من تحت وأنا عم بعملكم كمان شغلة كتير معروفة بنعملها بالعيد معروفة كتير عنا بلبنان يلي هي تابلة هي عبارة عن لحمة نية هلا بعرف في كتير أشخاص ما بيحبوا اللحمة نية باي ذا واي فيكم كمان تعملوها شوي صغيرة بالمقلية تشوها شوي صغيرة كمان بيمشي الحال فيها هلا كمان عاملينها بطريقة شوي غير عن العادة مقدمينها بطريقة شوي فرنسية إذا بدكم قريبة شوي على الصحن بيسموه كارباتشو سو يعني نحط أول شيء اللحمة بقلب الصحن بهالطريقة هيك أنا هون عم حط الحمص فوق خبز التورتية الحمص عندي مسلوق كتير كتير منيح رح زيد اللبن لللبن بس حطينا ثوم ما رح نحط طحينة It's not the traditional فتة هيدي فتة سبيشل بالسي فود وعن جد ودات شو حلو الواحد يخترع قصص جديدة كتير حلو أنا كتير حبيت الصحن تبعك صراحة I really like it Thank you chef It's very original It's very original and yummy Again, مثل ما بيقولوا عم ترجمة دي قبل الإنجليزي Good things take time القصص الحلوة دايما تاخد وقت مزبوط صح مزبوط كتير دافي ودات صراحة أنا اشتقت أحكي عربي هودي قليينهم بس لحتى نقلهم إنه مقليين البيبي سكويد كرميل هيك فيكن تلتوهن بشوية طحين وبتقلوهن مع فلفل أسود وملح أكيد اوكي وانا از تشينج ما بدي احط اليوم سنوبر بدي احط هيك شوي صغيره رشه جوز معهم بتعرفي سنه زمان مش حكي عربي وعن جد اشتقت خلص مره نحكي عربي بدي احكي معك لانه اكثر المشاهدين بحبوا انه نحكي عربي وهيدي لغتنا فبدنا نحكي عربي قد ما فينا
سو رح رش لهم رشة كمون. Alright, وأنا خلص أول شيء شوية يحط الثوم على الوجه، والثوم كمان بعطي نكهة كتير طيبة. إحنا دهنا بهذه الطريقة هيصير شكله شوي مثل الكيك إذا بتكون. عن جد زواحي بيطلع بالصحن يحسوا مثلنا عم ياكل شيء حلو. إيه كتير كأنه ديزرت. Exactly. كتير طيبة. سو عم حط هيك شوية خبز بس على الوجه. وده صار لي قد إيه بتطبخي؟ صار لي من عمري 12 سنة بحب المطبخ وبطبخ. Who is your influence؟ مين أكثر شيء حمسك على الأكل؟ أمي. هيدا الدش الفتة، شوفوا شو حلو وسريع، وحافظنا على الفليفرز، ما حطينا كتير قصص باللبن لحتى طعمة السكويد تكون ظاهرة، ورشينا رشة كمون. سو أنا سبقتك بهيدا الدش شيف، لنشوف هلا الدش يلي ورا. سو هيك فيري سموث توم، رح تزيد له الفستق حلبي مطحون ناعم ناعم، وراح تحط مايكرو جرينز، الالوان كثير حلوه، هيدا اللون الاحمر مع الاخضر شيء كثير حلو. انا كثير بحب الالوان كمان بالديشز كثير. الاهم شيء اصلا تو واحد يكون قاعد عم بده ياكل شيء، عن جد كثير مهم يكون الصحن مقدم بطريقه مميزه. صح مزبوط ام لا؟ بدي اخبركم شيء، انه المين ديش عم نحضره وديزرت مثل ما قلنا كثير طيبين، وفي ديزرت من الشيف. نشوفكم بعد شوي بالجمعة الكتير حلوة مع الشيف ومع عائلة طبختنا غير. يعطيك العافية شيف. Thank you. مثل ما قلنا لكم هيدي السكيرت بيف شويناها وحطينا لها البطاطا، وهيدي اللحمة شو اسمها كان؟ لحمة تابلة مع التون مقدمة بطريقة كارباتشو. كل شيء جاهز، تعرفين عايد للشيف هاتون. شيف هاتون بدنا اياها تدوق وتعطينا رأيك. يا هلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيف، وكثير مبسوطة انا فيكم اليوم على سفرتي. ما شاء الله تبارك. واليوم هيدا هي الجمعة، هي جمعة العائلة تبع طبختنا غير، وبدنا نقول شكرا للكل. وبدي هيك شوي احكي عن الاكلات اللي حضرناهم انا والشيف مارك، وبتمنى انه يعجبوك يا شيف هاتون. سو السبيشالتي كانوا القورمة، الحمص بالقورمة مع اللحمة، والسي فود حمص، سي فود حمص، وعملنا التابلة، عملنا مسقعة هيدي ما شافوها المشاهدين، عملنا السكيرت بيف، سكيرت ستيك مع دبسة دمين وبوتيتو سترينجز على الوجه بهي الطريقة. والديزرت مميز كثير، عملنا بيستاشيو تشيز كيك، وعملنا رز بحليب، والشيف هيدي المفضلة تبعك مزبوط؟ حبيها كثير، عارف انه المفروكة كثير بحبها، فعملنا مفروكة بالقشطة. وعملنا شغله باتشي، وعملنا شغله كمان كثير مميزه اللي هي رز بحليب، بس عملنا على الوجه مع كريم ومع روز موارد. بالموارد بالموارد. سو سمثينج هيك مهضومه صراحه، ما بعرف شو اقول لكم، لانه السفره شكلها بلبنان وبلادنا كلها بمنطقتنا بنحب العيد يكون هيك ميزات غير شكل، وبنحب اللحم النيه ومشاوي وهيدا الميكس كله. سو حبيت انه اعطيك فكره عن مطبخنا ببلاد الشام. كل عام وانتم بألف خير صراحه، وروع روع السفره، وانا يعني حدخل الموضوع على طول. كمان انه فرصه تشوفي الشيف مارك اكزيكتيف شيف بالايلاند بزاين راي. تفضلوا، صحتين، تفضلوا، عيد مبارك. تفضلوا، عيد مبارك عليكم ان شاء الله، ربي يجمعنا على خير دائما ان شاء الله. وبصراحه يديكم الف عافيه، شكلها روعه روعه روعه، وانا حاكل حاكل يعني ندوق. ورق عنب كمان كثير طيبين، كثير طيبين، وفتوش
بس بتعرفي كثير يعني كثير نحن بنحب نحط اكل كمان عنا اجمالا يعني ما في يعني عن جد مش معقول عنا بلبنان بتقعدي على الطاوله بيحطوا لك اكل كثير مسقع بتقعدي بعدين بينزل السخين بتنزلي بعدين بينزل المشاوي برجع بينزل الطبخ بصير واحد قاعد عندك يعني ساعتين ثلاثه واحد بالاكل خاصه بالعيد صح هيك لازم على الروق شوي يعني كثير كان حلو هالشهر هيك لنخبر الشيف شو عملنا اجتمعنا ثلاث شيفيه بمطبخ طبختنا غير شيف هاتون وشيف تيسير وانا وكنا كل يوم نقعد نتشاور بالافكار شو معقوله نطبخ وكل يوم كان حدا منا يكون طبخته او نحضر معه ديزرت حلو او ستارتر واليوم دورك واليوم دوري كان فكرينا في العيد وهيك كان شيء اكسبيرينس كثير حلو وشكرا للكل يعطيك الف عافيه عيد مبارك ندوق يلا